الحمد لله احنا راجعين مسرح بعد غياب طويل قوي، يعني ما يقرب من 18 سنة. كان سببها حاجة، يعني مش عشان حاجة معينة، احنا اشتقنا جدا على المسرح، بس كان في التزامات سينمائية وكان في ظروف البلد فيها ما كانتش مستقرة، بس الحمد لله بلدنا دلوقتي بقت زي الفل والناس بتخرج في أمان، والحمد لله رجعت مصر زي ما كانت وأحسن. فاتشجعنا كلنا، وأنا اتشجعت شخصيا بعودة أبو العربي، بس احنا بنرجع أبو العربي في قصة جديدة، ما بنرجعهوش بنفس قصة الفيلم، بنحطينه في إطار مسرحي، لأن أنا بعتبر شخصية أبو العربي شخصية قابلة أنها تبقى للمسرح. يعني بقول سعيد بردود الفعل جدا. النهاردة بنهدي هذا العرض وبنعرضه تحت شعار في حب سمير غانم الله يرحمه، الأستاذ عاشق المسرح وعاشق الضحك. هنوقف دقيقة حداد إن شاء الله على روحه، وهنهدي له العرض ده، وهنقول له إن إحنا يا رب قدرنا إن إحنا نبقى دايما حريصين على تعليماتك وعلى اسلوبك وعلى عظمتك، ان احنا نحاول نعمل شيء من الحاجات اللي علمها لنا الاستاذ سمير الله يرحمه، والبقاء لله طبعا. وانا سعيد جدا برجوع ابو العربي على خشبة المسرح. اتمنى يا رب ان المسرحية تعجب كل الناس. عندنا خطة ان شاء الله ان احنا هنلف بيها جوه مصر، وبإذن ربنا كمان إن شاء الله إذا ربنا ادانا عمر وقدرنا هنلف بيها الدول العربية، رايحين السعودية والإمارات والأردن والكويت والبحرين، ومجموعة كبيرة جدا من العروض. وفي برضو تخطيط إن احنا نخرج بالمسرحية لأمريكا ولأوروبا، وإن شاء الله كده طالبين دعواتكم كلكم علشان يعني ربنا يوفقنا إن شاء الله.